الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز التلفظ عند ذبح الشاه بنية الصدقة عن والده لوجه الله؟ الحمد لله، الواجب عند الذبح أن يسمي الله عز وجل على ذبيحته، فالتسمية شرط في حل الذبيحة. وأما أن يتلفظ الإنسان بعد ذلك بمن نوى الصدقة عنهم فهذا أمر لا بأس به إن شاء الله، ولكن لا نسميه تلفظا بالنية، وإنما يدعو الله عز وجل حال الذبح أن يقبل الله عز وجل هذه الشاة منه صدقة على والديه، أو صدقة على بعض فقراء المسلمين، أو صدقة عنه وعن أهل بيته، فيقول مثلا بسم الله وهذا شرط، ثم يقول: اللهم تقبل مني هذه الشاة صدقة عني وعن الفقراء وعن عني وعن والدي وعن فلان وعن فلان. فإذا تلفظ بهذا فلا بأس به، لكن لا يجوز له أن يقول: اللهم إني نويت هذه الشاة صدقة، فإن هذا تلفظ بالنية، والمتقرر عند العلماء أن النية من أعمال القلوب لا من أعمال اللسان. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم عند ذبح أضحيته: اللهم هذا منك ولك، فإن هذا من باب الدعاء وليس من باب التلفظ بالنية، فهو كقول الإنسان مثلا: اللهم لبيك عمرة، فهذا من باب الإهلال والإعلان أو الدعاء، لكنه لا يكون من باب التلفظ بالنية. فإذا خلاصة الأمر أنك يجب عليك لحل ذبيحتك أن تقول بسم الله، فهذا ليس داخلا تحت اختيار الإنسان، وأما ما زاد على ذلك فتخرجه مخرج الدعاء لا مخرج التلفظ بالنية: اللهم تقبل مني هذا صدقة عني وعن والدي أو عن فلان وفلان أو عن أهل بيتي ونحو تلك الألفاظ. فإن لم تقل شيئا غير التسمية فالله عز وجل أعلم بنيتك وما قام في قلبك، فليس الله عز وجل بخاف عليه ما قام في قلبك، فالأعمال بالنيات والأمور بالمقاصد، والله عز وجل يعلم ما تخفيه الصدور وما يقوم في القلب من المقاصد والبواعث والنيات، فالله يكتب أجرك ويكتب أجر من تصدقت عنهم حتى وإن لم تتلفظ بأسمائهم، فالله عز وجل يعلمها. لكن الواجب عليك أن تحذر من التلفظ بالنية، لا تقول: اللهم إني نويت أو نويت هذه الذبيحة عن فلان وفلان، لا، وإنما تخرجها مخرج الدعاء، تقول: اللهم اقبلها صدقة عني وعن أهل بيتي، صدقة عني وعن والدي، صدقة عني وعن جيراني، صدقة عني وعن أهل حيي، ونحو هذه الألفاظ التي تخرج مخرج الدعاء، والله أعلم.